بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم. حلقه النهارده باذن الله هنكون حل مشكله نسيان باسورد الشاشه عندنا على اجهزه الايفون. هنشوف من خلال حلقه النهارده ازاي انك انت تعمل تخطي للباسورد وتعمل باسورد جديد للشاشه لاجهزه الايفون بدل اللي انت نسيته وبضغطه واحده. فتعال مع بعض نروح على المكتب نعمل تخطي لباسورد الايفون بطريقه سهله جدا وبطريقه بسيطه. يلا بينا. ودلوقتي كل اللي عليك عشان تقدر انك انت تعمل تخطي للباسورد اللي موجود عندك على جهاز الايفون بتاعك ان احنا نحمل اداه جميله جدا، هي اداه من تونر شير، هي اداه فور يو كي. الاداه دي جميله جدا، بتحل لك مشكله قفل الشاشه لو انت نسيت الباسورد، وكمان تعمل لك تخطي للابل اي دي والاي كلاود اللي موجود عندك على جهاز الايفون او حتى جهاز الايباد. كل عليك بقى لما تخش على الرابط، زي ما انت شايف البرنامج بيشتغل على جميع انظمه التشغيل زي ويندوز 7 و8 و8.1 ويندوز 10 ويندوز 11. كمان في نسخه من البرنامج لو انت جهازك بنظام الماك تقدر تحملها لنظام الماك. انا هضغط هنا على كلمه تجربه مجانيه عشان نبدا نحمل الاداه. زي ما انت شايف حجمها حوالي 2 ميجا، هتبدا تخزنها وليكن عندك على الديسكتوب، وتضغط هنا على سيف وبدء التحميل عشان تبدا تتحمل معاك على طول. بعد ما بتتحمل عندك الاداه كل عليك عشان تبدا تسطبها دبل كليك عليها. بعد كده بتضغط هنا على انستول سيتنج وبتبدا تختار اللغه اللي عايز يكون عليها واجهه البرنامج. انا هختار اللغه العربيه، واضغط هنا على كلمه التثبيت وهتبدا تثبت معاك الاداه على طول. الاداه حرفيا من افضل الادوات اللي بتعمل لك ازاله لقفل الشاشه اللي موجود عندك على الجهاز بتاعك، او حتى كمان ان هي بتعمل لك ازاله المعرف ابل اي دي اللي انت نسيته، وكمان تقدر من خلالها زي ما قلت لك تعمل تخطي للاي كلاود لو انت نسيت الاي كلاود. هننتظر لحد ما تخلص مرحله التسطيب. تمام كده، خلاص البرنامج اتسطب معانا وعملنا شورت كات على سطح المكتب. هتضغط هنا على كلمه بدايه عشان يبدا يفتح معاك البرنامج على طول. تمام كده، خلاص البرنامج اتسطب معانا، ودي واجهه البرنامج اول ما بيفتح معاك. زي ما انت شايف البرنامج فيه مجموعه ادوات جميله جدا زي فتح رمز المرور الخاص بالايفون اللي هنشرحها النهارده، وعندك ازاله رمز دخول ميزه مده الاستخدام للجهاز، وعندك هنا كمان فتح قفل الابل اي دي، وعندك تجاوز ام دي ام ومدير كلمات السر. هنبدا نشوف مع بعض ازاي انك انت تعمل تخطي لو انت نسيت الباسورد بتاع الايفون بتاعك. كل عليك تضغط على كلمه ابدا في الفتح، ضغطه بالشكل ده، وهتبدا طبعا توصل جهازك بوصله اليو اس بي. الخطوه اللي بعد كده البرنامج هيطلبك انك انت تدخل جهازك في وضعيه الاسترداد، وهتلاقي زي ما انت شايف موضح لك كل جهاز ازاي انك انت تدخله في وضعيه الاسترداد. يعني مثلا جهازك لو ايفون 8 فما فوق، او ايفون 7 او 7 بلس، او ايفونات اخرى، كل حاجه موضحه لك ازاي انك انت تدخله في وضعيه استرداد. فانا ايفون 8 فما فوق جهازي هبدا ان انا ادخله بالطريقه اللي هو موضحها لي على حسب الثلاث خطوات دول، سهله جدا زي ما انت شايف. وبعد ما بتدخل جهازك في وضعيه الاسترداد، في المرحله اللي بعد كده زي ما انت شايف هيطلبك انك انت تحمل احدث اصدار من اصدارات الاي او اس المتاحه على حسب الجهاز بتاعك. وطبعا هنا الملف ده بيكون على حسب نوعيه او موديل الجهاز بتاعك، يعني كل جهاز هيتحمله الاصدار بتاعه. لو انت مثلا جهازك بيدعم اخر اصدار من اصدارات الاي او اس، هيبدا ان هو يحمله لك عشان يبقى جهازك بعد كده محدث لاحدث اصدار. بعد كده زي ما انت شايف، خلي بالك من الملاحظات دي، ان سيتم ازاله كلمه المرور ومسح جميع البيانات الموجوده عندك على الجهاز بتاعك. فخد بالك انك انت لازم يكون عندك نسخه احتياطيه، او انك انت كنت مستغني عن البيانات اللي موجوده عندك، لان هيتم مسح جميع البيانات. انا عندي نسخه احتياطيه، هضغط هنا بس على كلمه التحميل، وهيبدا دلوقتي تحميل البرنامج الثابت. طبعا هياخد بعض الوقت على حسب سرعه الانترنت عندك، لان مثلا الحجم بتاع اصدار اي او اس اخر اصدار زي ما انت شايف حوالي 7 جيجا وكسور، فانت بتسيبه لحد ما يخلص خالص ويبدا يحمل لك الملف ده. فاحنا هنسيبه لحد ما يخلص خالص ونرجع مره ثانيه. زي ما انت شايف مجرد ما بيخلص عمليه التحميل بيجيب لك مرحله جاري ازاله رمز الشاشه، ما بتتدخلش في اي حاجه خالص، وبتسيب البرنامج لحد ما يجيب لك الخطوه اللي بعد كده. هو البرنامج مع نفسه هيبدا دلوقتي يعمل لك عمليه ازاله لكلمه المرور اللي موجوده عندك على جهاز الايفون بتاعك. وزي ما انت شايف بعد عمليه التحقق من الملفات بيجيب لك جاري ازاله رمز مرور الشاشه، فانت برضه بتسيبه لحد ما يخلص خالص، وهو يعدي عليك اكتر من مرحله، وهيبدا تلاقي الجهاز معاك بيبدا يعمل اكتر من مره اعاده تشغيل، فانت بتسيبه لحد ما يخلص خالص ويبدا الجهاز يفتح معاك مره ثانيه وما يكونش عليه باسورد للشاشه. وزي ما احنا شايفين لو بصينا على البرنامج دلوقتي، تمت ازاله رمز المرور الشاشه بنجاح، وخلاص الجهاز بدا يفتح معانا. اخر مرحله اللي انت شايفها على الجهاز دلوقتي، مجرد ما تخلص هيبدا يفتح معاك الجهاز، هتنتظر ثانيه بسيطه وهتلاقي الجهاز بدا يفتح معاك مره ثانيه وما عليهوش باسورد للشاشه. تمام كده، خلاص الجهاز بدا يفتح معانا زي ما احنا شايفين. هتبدا تدخل بس البيانات بتاعتك، هتفتح الشاشه لفوق وهتبدا تدخل البيانات بتاعتك زي مثلا اللغه والدوله وشبكه الواي فاي، وهتبدا تدخل بقيه الاعدادات. لازم طبعا تكون عارف الابل اي دي بتاعك، لان احنا بنعمل ازاله لرمز المرور، فانت هتبدا انك انت تضيف الابل اي دي بتاع الجهاز بتاعك، وهتبدا انك انت تكمل بقيه الخطوات زي ما انت شايف. وتمام كده وصلنا للخطوه الاخيره، وخلاص فتح معانا الجهاز زي ما انت شايفه، معلوش كلمه مرور. تقدر دلوقتي تعمل كلمه مرور وباسورد جديد بدل اللي انت نسيته لجهاز الايفون بتاعك. الطريقه تنفع زي ما قلت لك على اجهزه الايفون، وكمان تنفع على اجهزه الايباد. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. وكده بنشوفنا بكل سهوله نعمل تخطي لباسورد الشاشه اللي موجود عندنا على اجهزه الايفون. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. يا ريت ما تنسوش الشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.